الفقرة الأخيرة فقرة الملعب تيوب. في أحد المرات عندما عرضنا تقريرا عن يعني ذوي احتياجات الخاصة واحتياجاتهم داخل الملعب، كان من ضمنهم أحد جماهير النصر، يعني كان يتحدث عن معاناته وتطرق عن تحدث عن النصر قليلا. أحد الجماهير اسمه نديم النصر أرسل لنا عبر الإيميل هذا المقطع، أخذ هذا اللقاء وأهداه، أو هذا المقطع بشكل عام أهداه لهذا المشجع. نتابع. أنا زي من أهل الشرقية، ما نعرف ملعب الرياض زي كذا. تجي من الشرقية عشان النصر؟ أنا والله إني مرقد بمدينة السلطان وجيت للنصر بالرياض مرقد. وجه وعندك وصحتك كذا يا رجال، صحتي لين العالم لين لين العالم. والله إني يا حب الناس أحبك، والله إن الروح لو ترضيك فدوى، والله إني تارك غيرك وجيتك، والله إني تارك غيرك وجيتك.